مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية للبرلمان العراقي، تباينت آراء المواطنين بين مؤيد ومعارض حول ترشيح الوجوه الجديدة على أمل أن تقدم للمدينة ما لم يستطع تقديمه من كان قبلهم وممثلهم في الدورات السابقة. والله نأمل ذلك، نتمنى أنه الوجوه الجديدة تعمل أو تحقق ما لم تستطع الوجوه السابقة تحقيقه. الوجوه السابقة لم تستطع أن تحقق شيء يذكر، على الرغم من أنه البعض من عندهم حاول أنه يصنع شيء، ولكن شيء بسيط جدا. مختصون أكدوا أن كثرة أعداد المرشحين سيؤثر سلبا على المواطن في اختيار من يمثله في المرحلة القادمة، داعين المواطن في الوقت ذاته بحسن الاختيار والابتعاد عن المناطقية والمحسوبية والعشائرية. حقيقة اليوم اللي إذا نشوفها بسامرة وصلاح الدين شيء يدعو للحزن والقلق. أعداد المرشحين تكاد تكون غير معقولة. حصص البرلمان محمد صلاح الدين واضحة ومبينة، ولكن الأعداد بالعشرات. نتمنى على المواطن هالمرة حسن الاختيار ولا يفكر بالعشائرية والمناطقية والمحسوبية. علينا نختار هذا الاختيار الأخير. إذا هالمرة ما الاختيار المواطن اختيار صحيح، راح يندب حظه لأربع سنوات قادمة. علما المرشحين بدأت تنافس وحمى الانتخابية والتسقيط السياسي والتشهير واضح عليها. نتمنى تكون المنافسة شريفة، وعلى المواطن أكد المواطن هو صاحب القول الفصل أن يحسن الاختيار للمرشح القادم. آراء اختلفت حول انتخاب الوجوه القديمة وإعطاء فرصة للوجوه الجديدة لتغيير الحال نحو الأفضل بعد أن فشل من سبقهم في الدورات الماضية. من سامراء أحمد جمعة، قناة سامراء الفضائية.